ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وشفنا تقرير عن مطعم كوركوفادو. بصراحه انا ببقى مبسوطه جدا جدا جدا، وببقى سعيده جدا جدا لما بلاقي براندات عالميه مميزه كده موجوده في مصر. حاجه مشرفه جدا وحاجه مريحه للاعصاب، وطعم يجنن بجد، واكل فيري هيلثي. انا بنصحكم كلكم انكم تجربوا مطعم كوركوفادو. وعلى فكره الاسعار بتاعته معقوله جدا. انا بصراحه لما دخلت انبهرت بالديكور وبشكل المطعم، وقلت اكيد الاسعار هتبقى مولعه نار. الاسعار في المتناول جميله جدا، والاكل تحفه بجد، هيعجبكم جدا جدا جدا. رجعت لكم دلوقتي علشان معانا فقره مميزه جدا جدا. الفقره دي تهم ستات كتيره جدا ورجاله كتيره جدا جدا جدا. الفقره دي في الحقيقه تهم كل الستات او معظم الستات والرجاله، لان هي بتتكلم عن حلم. حلم كتير مننا حلمه، وكتير مننا للاسف ما قدرش ان هو يحققه، وهو حلم الانجاب. حلم الانجاب لما بيتاخر شويه بيسبب للناس حزن وزعل والم شديد، وبيلجأوا لكل الوسائل، منها عمليات الحقن المجهري، منها ادويه بتبقى غاليه جدا 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 وبرده ما بتبقاش فعاله، واحيانا بيبقى نسبه النجاح لا تتعدى 30%. وللاسف الشديد المواد او الادويه اللي بتبقى كيميائيه بيبقى ليها اثار جانبيه، يعني بتعالج حاجه وبتبوظ حاجه تانيه. علشان كده العالم كله اتجاه جديد، وهو العلاج بالمواد الطبيعيه. يعني دايما بنحاول ان احنا نعالج، او العالم كله بيدور في المواد الطبيعيه على العلاج، وربنا دايما ادانا الدواء وادانا الداء وادانا الدواء. علشان كده النهارده جايبه لكم منتج مميز جدا جدا. المنتج ده معمول من العسل، وربنا قال لنا عن العسل فيه شفاء للناس، يعني ربنا خلق العسل ده فيه شفاء لكل الناس. المنتج ده جزء منه العسل، لانه في مواد كتيره داخله في تركيبه. المنتج بتاع النهارده اسمه هاني سيدز للرجال. هاني سيدز بيعالج العقم عند الرجل. هاني سيدز مميز جدا، هنفهم كل تفاصيله وتركيبته ازاي وكل حاجه من الدكتوره النهارده اللي مشرفانا، دكتوره فيروز محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بنرحب بحضرتك يا دكتور فيروز. اهلا بحضرتك. دكتوره فيروز هي المستشار الاعلامي لشركه ناتشورال كلينيك، وهي شركه مميزه جدا بتقدم لنا دايما المنتجات الطبيعيه، وبتقدم لنا دايما العلاج في شكل منتج طبيعي يدي لك الصحة وما يأثرش عليك، ملوش أثار جانبية. بنرحب بحضرتك وعايزين نعرف حضرتك. إيه هو في البداية هاني سيدز الرجال؟ تمام. الهاني سيدز هو منتج طبيعي 100%. هو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية اللي بتبقى مخلوطة ببعضها بنسب دقيقة جدا ومحسوبة، بتستهدف حل مشكلة تأخر الإنجاب عند الرجال. لو هنتكلم عن مشكلة تأخر الإنجاب عند الرجال، فدي ليها أسباب عديدة جدا، من ضمنها انعدام وجود الحيوانات المنوية، يعني إن الحيوانات المنوية مش موجودة أصلا، أو ممكن تكون موجودة بس كفاءتها مش عالية، مشوهة، عددها قليل، في بطء في الحركة، فبالتالي الحيوانات المنوية لو موجودة مش قادرة تأدي وظيفتها بطريقة بيرفكت. وفي برضو مجموعة من الرجال بيعانوا من تأخر الإنجاب بسبب نقص هرمون التستوستيرون، وده الهرمون المسؤول عن الخصوبة. طيب يا دكتور، حضرتك قلت لنا مشاكل كتيرة بتسبب العقم عند الرجال، حضرتك ممكن تشرح لنا إزاي هاني سيدز بيحل المشاكل دي؟ هاني سيدز بيحل المشاكل دي لأنه بيحتوي على الأملاح المعدنية، يعني بيحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، ده غير ان هو بيحتوي على فيتامينز زي الفوليك اسيد وفيتامين ب وفيتامين ه وكمان فيتامين د، ده غير ان هو بيحتوي على مضادات الاكسده زي الزنك والتانيك اسيد والجاليك اسيد. ما شاء الله، ده في منتج، يعني في مكونات هايله. طب انا عايزه اعرف بقى المكونات الهايله دي بتفيد جسمنا ازاي، او بتفيد الرجل بالذات ازاي؟ بصي، لو هنتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن بتاع الهاني سيدز، نقدر نقول ان الهاني سيدز بيتارجت الخلايا المنتجه للحيوانات المنويه، يعني هو بيستهدف الخلايا المنتجه للحيوانات المنويه، بيعمل على تنشيط الخلايا المنتجه للحيوانات المنويه. الخلايا المنتجه للحيوانات المنويه لما بيتم تنشيطها بيتم انتاج جيل جديد من الحيوانات المنويه. الجيل الجديد من الحيوانات المنويه ده بيبقى ذو كفاءة أعلى، ده غير إن الأعداد بتبقى أعلى، ده غير إن نسبة التشوهات بتبقى أقل، ده غير إن الريتم بتاع الحركة أو سرعة الحركة بتبقى في النطاق الطبيعي، سرعة الحركة بتزيد، فبالتالي بتوصل للنطاق الطبيعي.
ده غير ان الهاني سيدز بيزود نسبة التستوستيرون في الدم، وده عن طريق المكونات الطبيعية اللي فيه، فالمنتج طبيعي وبيساعد على حل المشاكل دي. بصراحة هايل بجد، منتج رائع وفوق الممتاز. هاني سيدز فيه كل المميزات الهايلة اللي دكتور فيروز بتقولنا عليها. طبعا دلوقتي موجود على الشاشة مشاهدينا الأعزاء، أي حد حابب إن هو يطلب منتج هاني سيدز الأرقام موجودة على الشاشة، حضراتكم اطلبوه وصدقوني مش هتندموا. جربتوا حاجات كتير، جربتوا الحقن المجهري، جربتوا الأدوية الغالية، جربتوا الحاجات الغالية جدا الكتيرة دي، فحضراتكم جربوا هاني سيدز. لو دايما الحاجات الطبيعية لو ما فادتكوش مش بتضركم، لأن هي حاجة طبيعية ربنا خلقها، وفي هاني سيدز جمعوا كل المكونات الهايلة اللي الدكتورة قالت عليها وحطيتها وحطوها في برطمان هاني سيدز. إن شاء الله إن شاء الله يكون سبب في علاج الكتير منكم، وإن شاء الله إن شاء الله كل رجل بيتمنى إن هو يكون أب ويتقال له كلمة يا بابا بإذن الله مع كورس هاني سيدز بإذن الله هتكون أب. معانا مداخلة تليفونية من الأستاذ أحمد. معانا مداخلة تليفونية من الأستاذ أحمد. ألو ألو ألو، معانا مداخلة تليفونية من الأستاذ أحمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. والله يا فندم بصراحة أنا كنت بعاني من انعدام الحيوانات المنوية تماما، وبعد ما أخذت كورس هاني سيرز لمدة 4 شهور بإرادة الله عز وجل ظهرت التحاليل اللي أنا بقيت الحمد لله يعني عندي 3 مليون حيوان منوي. ما شاء الله اللهم بارك. وإن شاء الله اللهم بارك. وان شاء الله يا فندم باذن الله هستمر تماما مع هاني سيرز، وما ترددتش لحظه يا فندم او ما رضيتش كمان يا فندم ان انا اعمل عمليه حقن مجهري، وكنت تكلفتها غاليه عليا، وانا مبسوط تماما بالنتيجه ديت، ومبسوط بمتابعه الشركه ليا اللي دايما بيسالوا عليا، ونشكرهم وبشكر الحقيقه هاني سيرز. هاني سيز، ميرسي جدا يا استاذ احمد. انا عايزه بس اسال حضرتك، هي الشركه كمان بتتواصل مع حضرتك وبتتابع حالتك؟ تمام يا فندم، بيتابعوني وبيسالوا عليا، والحمد لله انا الحمد لله في تحسن تماما يا فندم، وان شاء الله هستمر تماما مع هاني سيز. ميرسي جدا يا استاذ احمد، وان شاء الله باذن الله تتصل وتبشرنا بان انت تكون اب باذن الله. ميرسي جدا لمداخلتك الجميله، بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يشفيك يا رب ويعافيك. طيب يا دكتور، ما شاء الله هو قال لنا ان هو استعمله 4 شهور، احنا عايزين بقى نعرف من حضرتك الكورس بيبقى قد ايه؟ الكورس هو، بصي حضرتك بالنسبه للمكالمه لو تاخدي بالك هو قال لمده 4 شهور، علشان تستخدمي يعني عشان البيشنت يستخدم الهاني سيدز مينيمم وقت الاستخدام بيبقى 3 شهور فيما فوق، وده انا بقوله ليه؟ لانه دوره حياه الحيوانات المنويه او فكره انه انتاج حيوانات منويه جديده ده بيستهلك وقت 3 شهور علشان يتم انتاج حيوانات منويه جديده. فهو استاذ احمد الاول عمل تحليل طلع ان مفيش حيوانات منويه، بعد 4 شهور يعني دوره انتاج الحيوانات المنويه اكتملت، فبالتالي التحليل اللي عمله مش بعد 3 شهور، عمله بعد 4 شهور، لقى فعلا في تاثير وشاف ان في حيوانات منويه، فده بيدل على نجاح المنتج. ما شاء الله، حاجه جميله جدا يا دكتور لما بيبقى انسان فاقد الامل في شيء، وما شاء الله عن طريق المنتج الجميل ده بتدوله امل وبيلاقي نتيجه هايله، ما شاء الله اللهم بارك. طيب يا دكتور، هل بقى دايما احنا الحقن المجهري الادويه الكيميكالز بتبقى غاليه جدا؟ انا الحقن المجهري اعرف ان الكورس بتاع الحقن المجهري الاول بيدوا حقن تنشيطيه، الحقنه الواحده ب 3500، فهل هاني سيدز ده بيبقى غالي؟ إيه لا، هاني سيدز مش غالي، هاني سيدز هو عباره عن عبوه، العبوه ب 570 جنيه 570 جنيه. ممكن ننزل صوره هاني سيدز على الشاشه عشان المشاهدين يشوفوها؟ نشوف الصورة يا جماعة عشان ما تشوفوا، حضراتكم اعرفوا الصورة واعرفوا شكل هاني سيدز علشان ما تاخدوش أي حاجة مقلدة. صورة هاني سيدز موجودة على الشاشة دلوقتي، هو ده المنتج اللي حضراتكم تشتروه، سعره بسيط جدا 570 جنيه. حضرتك صرفت على الحقن المجاري كام؟ حضرتك صرفت على الأدوية كام؟ هاني سيدز منتج طبيعي سعره في المعقول جدا، متوفر لحضرتك من خلال أرقامنا فقط، أرقام التليفونات بتاعتنا فقط، يعني حضرتك ما تشتريش حاجة تقليد، هنا الأصل.
الشاشة موجود عليها دلوقتي صورة هاني سيدز، كمان الشاشة موجود عليها أرقام التواصل وإزاي أو الأرقام اللي ممكن حضرتك عن طريقها تشتري منها هاني سيدز. كمان موجود على الشاشة البيج بتاعت ناتشورال كلينيك أو عيادة الطبيعة، اللي ممكن حضرتك تدخل على الفيسبوك وتتعرف على هاني سيدز ومكوناته وقد إيه هو مفيد لحضراتكم. يا دكتور، إحنا عرفنا إن هاني سيدز مفيد في علاج العقم، هل بقى ليه فوائد أخرى؟ هو الهاني سيدز استخدامه الاساسي حل تاخر الانجاب عند الرجال، بس هو بيحتوي على الفيتامينز، فبما انه بيحتوي على الفيتامينز بينشط الدوره الدمويه، فبالتالي هو مقوي ومنشط عام للجسم. ممتاز، يعني ينفع اخده. هو ده للرجال. تمام يا دكتور. معانا مداخله، بصي هو الناس كلها عايزه تتكلم عنه بصراحه. معانا مداخله تانية من الاستاذ عبد الرحمن. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الرحمن. يا ترى حضرتك جربت كورس هاني سيدز؟ يا فندم، الحقيقه انا متجوز من اكتر من 6 سنين، وعملت تحاليل وكشوفات بسبب تاخير الانجاب، وكانت نتيجتها ان انا عندي الحيوانات المنويه ضعيفه تصل 3 مليون، ونسبه الحركه 20%، فكانت ضعيفه جدا عشان الانجاب. والحمد لله ربنا ألهمني وحد رشدني لهاني سيدز، وجربت الكورس معاهم، وبفضل الله بفضل الله انا اخر تحاليل ليا نسبه الحيوانات المنويه عندي وصلت ل 27 مليون، ما شاء الله، ونسبه الحركه ما شاء الله وصلت ل 60، فوق اكتر من 60%، ما شاء الله تاتش وود، ما شاء الله اللهم بارك. وربنا عز وجل اراد وان النتيجه تكون عملي، ان انا ما دام عندي حامل بشهرين دلوقتي بفضل الله عز وجل والكورس اللي ربنا كرمني بيه. يعني ما شاء الله، الف مبروك يا استاذ عبد الرحمن. مبروك لحضرته، هو كده مبروك بجد، مبروك، وفر فلوس الحقن المجهري وخد نتيجه من المنتج. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، الف الف مبروك، لن تتخيل سعادتنا قد ايه. ميرسي جدا لاستاذ عبد الرحمن، بجد حاجه تفرح قوي، يعني انت حاسه قد ايه هو فرحان، ده حقيقي، مراته حامل في الشهر الثاني، ما شاء الله اللهم بارك. بارك اللهم بارك، الف الف مبروك يا استاذ عبد الرحمن، وبجد شكرا هاني سيدز. ميرسي. طيب يا دكتور، احنا دلوقتي الناس شايفانا ومتحمسه جدا وعايزين يشتروا هاني سيدز وعايزين يخوضوا التجربه وعايزين يمشوا على كورس هاني سيدز، ازاي ياخدوا هاني سيدز؟ هما ممكن يتواصلوا مع الارقام اللي ظاهرة على الشاشه، هنوفر لهم المنتج هاني سيدز ويتواصلوا معانا، والشحن متاح في جميع محافظات الجمهوريه. بجد متشكره جدا لحضرتك يا دكتور. ميرسي لحضرتك. يعني الشحن موجود حضراتكم، لو حضرتك دلوقتي اتفرجت على حلقتنا عجبك جدا المنتج، لقيته سعر معقول، جوده، حاجه طبيعيه هتدخل جسمك، يعني مش هتضرك، مفيش فيها اي حاجه كيميكالز، دي حاجه طبيعيه هتعالج لك العقم، وكمان هتفيد جسمك وعلى صحتك العامه، لان ما شاء الله الدكتوره قالت لنا قد ايه هو فيه مركبات مفيده جدا جدا جدا. حضرتك دلوقتي كمان جربت الحقن المجهري لقيته غالي، جربت الادويه الكيميائيه لقيتها غاليه، وكمان نتيجتها مش اكيده، النتيجه ما بتزيدش عن 30%، فقررت ان انت تجرب كورس هاني سيدز، حضرتك على طول هتتوجه بالاتصال على الارقام اللي موجوده على الشاشه، اتصل بنا هيصلك المنتج اينما كنت، في اي محافظه من المحافظات موجود عندنا شحن لكل محافظات الجمهوريه. نتمنى لكل المشاهدين ونتمنى لكل الرجال يتحقق حلمهم ويتقال لهم كلمه يا بابا يا رب، ان شاء الله باذن الله. في نهايه فقرتنا بنشكر الدكتوره فيروز المستشار الاعلامي لشركه ناتشورال كلينيك او عياده الطبيعه، بنشكر حضرتك يا دكتور، بجد افدتينا النهارده وجايبه لنا منتج هايل جدا، المنتج موجود ارقامه على الشاشه، كمان صورته موجوده على الشاشه علشان ما فيش اي حد يخدعكم او يقول لكم ان ده منتج هاني سيدز، الصوره موجوده على الشاشه وكمان الارقام بتاعه التواصل موجوده على الشاشه، اتصل دلوقتي ما تستناش، ممكن تبقى اب، ما تيأسش، ان شاء الله هتبقى اب، ربنا جعل الداء وجعل له الدواء، دور على الاسباب، ربنا قال لنا خدوا بالاسباب وده سبب من الاسباب، ان شاء الله باذن الله ربنا هيخليك اب باذن الله، اتصل دلوقتي، مستنياكم كلكم تتصلوا، اي حد عنده مشكله في الانجاب، اي حد عايز يتعالج من العقم ما يفكرش، على طول يشتري هاني سيدز ويمشي على الكورس. الفريق الطبي بتاع شركة ناتشورال كلينيك
بيتواصل مع حضرتك، بيتابعك، بيشوف تحاليلك، بيشوف ايه المستجدات عندك، وصل تحليلك لايه، بيشوفك هل في تحسن ولا الحالة زي ما هي مستقرة. كل الحاجات دي هتلاقيها مع كورس هاني سيدز، مش مقصرين في حاجة. اتصل دلوقتي وان شاء الله هتكون اب. مشاهدينا الاعزاء، هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني، ابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وكل البنات عرفتوا ازاي تفتحي بشرتك، اوكي؟ إيه طبعا في الفاصل الاساتذه المحترمين بيقولوا لي مالك بقيتي ضد الرجل كده ليه، ومالك بقيتي عنيفه معاه كده ليه، وبتتكلمي عليه كده ليه، من اللي شايفينه. والله من اللي شايفينه، هو احنا كده بنفتري عليكم ولا ايه؟ انا كنت اول مدافع عن الرجل، وطلعت برنامج هي هو بس موسم كامل بدافع عنكم، بدافع عن حقوقكم، بقول قد ايه انت مقهور ومظلوم وغلبان وتعبان وطالع عينيك. لكن معلش، لقيت اللي غلبانه وطالع عينيها هي الست، فانا مش جايه عليكم. وبعدين يا جماعه، لما انا بتكلم عن مشكله انا مش بعمم الموضوع، انا بتكلم عن مشكله بعتها لي مشاهده، مش بعمم الموضوع. اه في ناس بتعمل كده، بس مش كل الناس بتعمل كده. مش معنى كده كل الرجاله وحشه، لا، في ناس تعرف ربنا، في ناس لما تعاشر بتعاشر بالمعروف، ولما تفارق بتفارق بالمعروف، وناس كويسه ومحترمه وتعرف ربنا. بس هي كلمه واحده هختم بيها الحلقه، وهي استوصوا بالنساء. رسول الله قال عنهم قوارير. عارف يعني ايه قره؟ قره عينك، يعني نني العين من جوه. تخيل رسول الله لما يشبههم بالقوارير، تخيل رسول الله لما يقول لك اتوصى بيهم، تخيل رسول الله وهو بيموت الله يرحمه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم استوصوا بالقوارير. يعني ايه؟ يعني ايه لما تكون اخر كلمات رسول الله بيوصيكوا على الستات؟ يعني عارف رسول الله ودينا عارف ان انت قوي، وان انت اقوى منها في البنيان، واقوى منها في التصرف، وانت قوام عليها، عشان كده وصاك عليها. ما تستقواش عليها، كن قوتها. ما تستقواش عليها، كن سندها. وما تستقواش عليها، لما تلاقيها زعلانه طبطب عليها، مش هتقلل من رجولتك حاجه. لما تلاقيها عصبيه عدلها وقول لها اهدي، مش هتقول لك حاجه، مش هتقلل من رجولتك. صدقني لو هي بتعيط ومتنرفزه، لو طبطبت عليها ولا خدتها في حضنك وقلت لك، قلت لها مالك، انا شايفك النهارده متعصبه، في حاجه مزعلاكي، مش هتقلل من رجولتك حاجه. والله والله ما هتقلل من رجولتك حاجه. لو ما شخطتش وما نطرتش وما شتمتش وما بهدلتش وما زعقتش وعملت الحاجات اللي بتعملوها دي، هتبقى راجل. اللي فهمك وقالك ان انت تبقى راجل بصوتك العالي، تبقى راجل لما تكسرها، تبقى راجل لما تديها علقة، فهموك غلط. صدقني فهموك غلط، انت فاهم الدنيا غلط كده. اتقوا الله، دي مراتك، يعني حتة منك، او خطيبتك هتكون مراتك، ما تكسرهاش، لان هي لو كسرت مش هيبقى جواها حاجة حلوة تديها لك. ما تكسرهاش، عشان هي لما تبقى قوية هتبقى في ظهرك، هتبقى برضو سند ليك. اوعى تفتكر انك لما تكسرها وتهينها وتبهدلها ان دي كده رجولة، وان انت كده ما حصلتش. لا، ده انت اساسا الراجل اللي يعمل كده يبقى اساسا ضعيف. والراجل لما بيكون ضعيف، ولما بيكون متهان من الناس بره، بيدور على كائن اضعف منه عشان يضل يطلع عليه عقده النفسيه. بصراحه ما شفتش راجل كده عنده ثقه في نفسه وقوي بجد وبيعمل العمايل دي. الراجل اللي قوي بجد عمره ما يعمل كده. اتقوا الله، استوصوا بالنساء، استوصوا بالقوارير، ما يستاهلوش منكم كده. في نهايه حلقتنا مشاهدينا الاعزاء، بنقول لكم استنونا الحلقة الجاية في نفس الميعاد يوم الجمعة الساعة 6 على قناة الصحة والجمال، ترددنا 10775 لكل مشاهدين الأعزاء، وحلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم. أشوفكم على خير.